قال وزير البيئة اللبناني رئيس لجنة الطوارئ الوطنية ناصر ياسين إن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان تسببت في نزوح مئات الآلاف من اللبنانيين من منازلهم، مشيرا إلى أن الحكومة اللبنانية تبذل قصارى جهدها لتوفير أماكن إيواء لهم. الاعتداءات الإسرائيلية خاصة خلال اليومين الماضيين ومن الأسبوع الماضي هي جرائم حرب، هي جرائم أولاً انتهاك واضح وفظيع للقانون الدولي الإنساني، لمعاهدة جنيف، لكل بروتوكولات هذه المعاهدة وكل القوانين الدولية، وهذا مما أدى إلى الناس يعني بالخوف من، وهذا حق خاف من الظاهرة اللي صارت بعد الرسائل وبعد القصف وبعد المجازر اللي شافتها امبارح، أنه أكيد تنزح من بلداتها. ونحن عم نشتغل الآن ضمن العمل مع خطة يعني لجنة إدارة الأزمات، مع الهيئة العليا للإغاثة، مع شركائنا الدوليين والهيئات المحلية لاستيعاب أهلنا النازحين. أضاف ياسين أن الحكومة اللبنانية تنسق مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية لاستقبال المساعدات والمواد الإغاثية التي تحتاجها الأعداد الكبيرة من النازحين جراء العدوان الإسرائيلي الواسع. احنا عم نتواصل بشكل دائم خاصة عبر يعني لجنة إدارة الأزمات، كان في حضور لبعض المانحين وفي اجتماعات مع دول صديقة ودول عربية لطلب الدعم، وبعض الدول أبدى كثير من الاهتمام، وهلأ بدنا نشوف خلال الساعات المقبلة قدي ممكن يوصل دعم من هذه الدول أو الهيئات التي مرتبطة فيها. لا دولة بالعالم قد ما كانت مستقرة وضع المالي والاقتصادي جيد تقدر توقف بوجه آلات تدمير وآلة قتل وطريقة قتل وتدمير ومنهج كما نراها من استخدام لهذه الأسلحة المدمرة بشكل كثير كبير على الناس والأبرياء والأطفال. أشاد وزير البيئة اللبناني رئيس لجنة الطوارئ الوطنية بموقف الصين الداعم للبنان وأمنه وسيادته، وطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته ووقف العدوان الإسرائيلي. يعني الدول الصديقة وهذا الموقف، موقف الصين، مشكورين على الوقوف بجانب لبنان، لأن نحن نحتاج إلى كل الدعم ولكل أصدقاء لبنان ليقوم مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته. يعني ما يحدث هو هذه الحرب التي نتعرض لها وهذه المجازر والاعتداءات اليومية التي أصبحت هنا قربنا يعني منذ دقائق، يجب على مجلس الأمن اللي هو الهيئة الدولية التي يعني شكلتها الدول بعد الحرب العالمية الثانية لتمنع النزاعات والحروب مثل ما يحدث الآن، يجب أن يتحمل مسؤولياته ويقف خاصة مع الانتهاكات اليومية للقوانين الدولية والقوانين الدولية الإنسان. أعلن الجيش الإسرائيلي مواصلة غاراته الجوية الواسعة على العديد من المناطق في لبنان في إطار العملية العسكرية التي أطلق عليها اسم سهام الشمال، ما تسبب في سقوط مئات الضحايا ومئات الآلاف من النازحين وأضرار كبيرة في البنية التحتية. عامر تمام، CGTN العربية.